بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أظن هذا الدرس التاسع العاشر. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من سلسلة دروس كتاب إفاضة الأنوار شرح المنار للعلامة الشيخ علاء الدين محمد ابن علي المعروف بالحصكفي رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين. وصلنا إلى قول الشيخ: ومعنى التوحد مراعا في ألفاظ الوحدان، جمع واحد كركبان وراكب، وذلك إما بالفردية لأن يكون اللفظ فردا حقيقيا، وإما بالجنسية بأن يكون فردا اعتباريا، والمثنى بمعزل عنهما أي بمكان بعيد من الواحد الحقيقي والاعتباري. ومعنى التوحد مراعا في ألفاظ الوحدة، حتى نفهم العبارة بشكل أو حتى يتضح المعنى، نربط العبارات فيما بعضها يعني ممكن أن نقول عبارة المتن، يعني نربط عبارة المتن، فنقول صيغة الأمر مختصرة، هكذا قال الشيخ، صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد. ومر معنا في الدرس الماضي أن الفرد نوعان: فرد اعتباري وفرد حقيقي. فرد حقيقي، الفرد الحقيقي هو الواحد، الفرد الاعتباري هو الجنس. فقال: صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد. ومعلوم أن الفرد لا يحتمل العدد، الفرد لا يحتمل العدد. تقدير الكلام: كيف يحتمله ومعنى التوحد؟ والآن جاء الكلام: كيف يحتمل الفرد الحقيقي الذي هو واحد، كيف يحتمل التعدد ومعنى التوحد مراعا في ألفاظ الوحدة؟ يعني لا يحتمل التعدد. فالفعل المختصر، الفعل المختصر من ألفاظ الوحدان أولى ألا يحتمل العدد. كيف ذلك؟ قال الشيخ: وذلك يعني التوحد المراعى، ما قال ومعنى التوحد مراعا في ألفاظ الوحدان، وذلك يعني التوحد الذي هو مراعى في ألفاظ الوحدان، إما بالفردية، إما بالفردية بأن يكون اللفظ فردا حقيقيا، فردا حقيقيا. قلنا الفرد الحقيقي هو أدنى ما ينطلق عليه الجنس. وما هو أدنى ما ينطلق عليه الجنس؟ الواحد. عندما تقول رجل، إنسان، امرأة، واحد، هذا الفرد الحقيقي. إما بالفردية أي بأن يكون اللفظ فردا حقيقيا، وإما بالجنسية بأن يكون يعني اللفظ فردا اعتباريا. لذلك مر معنا في الدرس الماضي وأنه قال الفرد الاعتباري يفتقر إلى ماذا؟ إذا أردنا أن نعتبر الفرد الاعتباري، يعني أن نلحق حكما ما، إذا أردنا أن نلحق حكما ما بالفرد الاعتباري، إلحاق الحكم بالفرد الاعتباري إلى ما يفتقر؟ نية. إلى النية. أيوة. فإذا قال لزوجته طلقي نفسك، أو إذا قال مثلا قال لزوجته طلقي نفسك، قال لها طلقي نفسك، نعم، فنوى الثنتين لا يقع، نوى الثلاثة يقع، لأن الثلاثة هي أعلى مراتب الجنس، أعلى مراتب الجنس.
فلو كان عنده مثلا لو كان عنده مثلا 10 عبيد فقال له اعتق عبيدي، ونوى 10 يقع ذلك، نوى 9 لا يقع، نوى 1 يقع، ان الواحد هو الاصل فرد اعتقاد حقيقي، اما 10 هي الفرد الاعتباري انه هذا اعلى ما عنده 10 عبيد. قال والمثنى باثنين يعني بمعزل عنهما، يعني بمكان بعيد من الواحد الحقيقي والواحد الاعتباري، او من الفرد الحقيقي والفرد الاعتباري. لذلك لو قال لزوجته او قال لخادمه اعتق عبيدي ونوى كما قلنا قبل قليل أقل من 10، عنده 10 ولو أقل من 10 لا يقع. عند الشافعية وقال لزوجته طلقي نفسك ونوى 2 عنده يقع، تقع 2. نعم لفظ عبيد مش جمع، يعني هو الأول عبيد وقصد واحد يقع واحد. لو قال طلق عبيدي أعتق عبيدي أعتق عبيد، فيها فرق واحد يلي هو عبده وعنده عبيد كثير. نعم ونوى واحد يجوز نقول أعتق عبيدي بالجمع وتقع على واحد. لما لا يجوز؟ لأن لفظ عبيد جمع. لا هو إن قصد بذلك الجنس فيصح، يعني أراد هو جنس عبيدي، الجنس أراد به جنس العبيد الذين عنده فيصح ذلك، يقع على الكل. النوى يصح يقع على الكل، اما النوى اقل من الكل لا يقع. لو نوى فرد واحد، نوى عبد واحد من العبيد يقع واحد فقط، يعتق له عبدا واحدا فقط. اذا كان اعتق عبيدي اليس هو يعني التوكيل؟ توكيل التوكيل يعني لا، احنا ذكرنا في الدرس الماضي الفرق بين قوله طلقي نفسك وبين طلق زوجك، أن طلقي نفسك هذا مرتبط في المجلس، أما طلق زوجك هذا مرتبط توكيل ليس مقيد في المجلس، إنه توكيل. قال وما تكرر من العبادات فبتكرر أسبابها لا بالأوامر. قال هذا جواب عمن قال بتكرر الأوامر المطلقة والمقيدة، يعني من قال بأن الأمر المطلق يفيد التكرار والأمر المقيد يفيد كذلك التكرار، فما هو الجواب؟ قال وما تكرر من العبادات فبتكرر أسبابها لا بالأوامر. وذكرنا لذلك مثالا، لو أنه قال لعبده اشتري لي التفاح مثلا إن دخلت السوق، فماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن يشتري التفاح كم مرة؟ مرة واحدة فقط. فالأمر لا يقتضي التكرار، فالشيخ ماذا قال؟ قال ما تكرر من العبادات فبتكرر أسبابها لا بالأوامر، أو نستطيع أن نقول بالجواب كذلك. الأمر إذا لم يقتضي التكرار، وقلنا نحن كذلك لا يقتضي التكرار ولا يحتمله. فإذا كان الأصل في الأمر ألا يقتضي التكرار وأنه لا يحتمل التكرار، فبأي وجه تتكرر العبادات؟ أنتم قلتم أيها الحنفية الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله، وكلنا مكلفون بالصلوات على مدى الحياة كلها، مكلفون بالزكاة، مكلفون بالحج إلى غير ذلك، فبأي وجه تتكرر العبادات؟ الجواب قلنا أن التكرر إنما يكون بتكرر الأسباب، تكرار الأسباب. إيه نعم. الله.
قالوا إنما سأل الأقرع بن حابس لأنه اشتبه عليه أن الحج مما يتكرر سببه فيتكرر كالصوم أم لا. يعني الذي قال بأن الأمر يوجب التكرار ويحتمل التكرار استدل على ذلك بأن الأقرع بن حارث رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحج فقال له يا رسول الله الحج هل هو فرض لعامنا هذا أم للأبد؟ فلولا أن الأقرع بن حارث فهم أن الأمر يقتضي التكرار لما سأله. ما هو الجواب؟ أجاب الشيخ الآن فقال وإنما سأل الأقرع بن حابس لأنه اشتبه عليه أن الحج مما يتكرر سببه فيتكرر كالصوم أم لا. يعني كأن الشيخ يقول نحن لا نسلم أن الأقرع بن حابس فهم أن الأمر يقتضي التكرار، بل إنما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن الأقرع بن حابس كان عالما بالأصول، كان إماما من أئمة الأصول. كيف هذا؟ قال هو استقر في ذهنه أن سائر العبادات من صيام وصلاة وزكاة وغير ذلك هي متعلقة بأسباب متكررة، بأسباب متكررة مثل تعلق الصلاة بأوقاتها، الصوم بالشهر، الزكاة بالمال، فكل عبادة متعلقة بسبب من الأسباب ولهذا تكررت بتكرر أسبابها. فالأقرع بن حابس رأى أن الحج متعلق بأمرين، متعلق بالشهر ومتعلق بالبيت، فحصل عنده لبس، هل الحج مما هو يتكرر بتكرر أسبابه كالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك؟ فاشتبه عليه الحال، فلما اشتبه عليه الحال ماذا حصل؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل هو مما يتعلق بالزمان كما يتعلق الصوم وكما يتعلق أم يتعلق بالسبب الذي هو البيت الذي لا يتكرر؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعلق بالبيت حيث لا يتكرر، سببه لا يتكرر، لذلك قلنا لذلك كان الحج مرة واحدة. ليه؟ لأنه تعلق بالبيت، سببه البيت والبيت لا يتكرر. هذا تقرير الجواب. فالأقرع بن حابس لم يفهم أن الأمر يقتضي التكرار، وإنما التمس عليه الأمر لارتباط الحج بسببين، سبب يتكرر وهو الزمان وسبب لا يتكرر وهو البيت، فإلى أيهما ينتمي؟ ما هو سببه الحقيقي؟ الجواب هو الذي قرر، جواب النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قرر لما قاله هو لعامنا هذا فقط، علمنا أن البيت سبب، أن الحج سببه البيت. قالوا عند الشافعي رحمه الله لما احتمل الأمر التكرار قال تملك المرأة في قوله طلقي نفسك أن تطلق ثنتين إذا نوى الزوج ذلك. قال لأنه هذا لما قال طلقي نفسك ونوى الثنتين، نيته الثنتين هو محتمل كلامه يحتمل هذه النية. نعم. قال وكذا، الآن كلام جديد لكن طبعا له ارتباط السابق. قال وكذا أي كالأمر اسم الفاعل فإنه يدل على المصدر ولا يحتمل العدد، يدل على المصدر ولا يحتمل العدد الله. قال وكذا كالأمر اسم الفاعل فإنه يدل على المصدر ولا يحتمل العدد. قال شراح
هذا المتن متن المناهج أن اللام في قول الشيخ رحمه الله يدل على المصدر. اللام هنا عوض عن المضاف إليه، تقدير الكلام. وكالأمر اسم الفاعل الذي يدل على مصدره، اسم الفاعل الذي يدل على مصدره، ومصدره لا يحتمل العدد. في عندنا مصادر ربما تحتمل العدد، فالشرط أن يكون اسم الفاعل حتى يتعامل اسم الفاعل معاملة الأمر في أنه لا يحتمل التكرار، لا بد أن يكون هذا الاسم الفاعل دالا على ماذا؟ على المصدر، على مصدره، وأن يكون هذا المصدر مما لا يحتمل التكرار. عندها يعامل اسم الفاعل معاملة الأمر من جهة حيث أنه لا يقتضي التكرار. ثم فرع الشيخ الآن على عدم اقتضاء اسم الفاعل التكرار، فرع على هذا مسألة فيها خلاف بيننا وبين الشافعية، وهي أن الإمام الشافعي رحمه الله يفتي في أن السارق إذا تعددت منه السرقات تقطع أطرافه الأربعة، اليدان والرجلان، أما عندنا تقطع فقط يده اليمنى ورجله اليسرى. سيأتي الآن بالتفصيل. هذا متفرع على أي شيء؟ على أن اسم الفاعل هل يقتضي التكرار كالأمر أو لا يقتضي التكرار كالأمر؟ قلنا اسم الفاعل إذا كان يدل على مصدر، يدل على مصدره ومصدره مما لا يحتمل التكرار، كان اسم الفاعل لا يقتضي التكرار. قال حتى قلنا لا يراد بآية السرقة، وهي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حتى قلنا لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة. لما؟ لأن المصدر الذي دل عليه اسم الفاعل وهو السرقة، اسم الفاعل سارق يدل على المصدر الذي هو السرقة، السارق والسارق والسارقة، أو المصدر من السارق والسارقة لا يحتمل العدد. ماذا يعني لا يحتمل العدد؟ يعني يقول معنى الآية والسارق الذي سرق مرة واحدة والسارقة التي سرقت مرة واحدة. ليه؟ لأن مصدر اسم الفاعل هنا، اسم الفاعل مصدره لا يحتمل العدد. قال حتى قلنا لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة. الله. قد يقول قائل أنتم قلتم في درس سابق أن الواحد نوعان، واحد اعتباري واحد حقيقي. الواحد الحقيقي آمنا بأن الآية الآن تدل على الواحد الحقيقي، ألا يحتمل أن يراد بها الواحد الاعتباري الجنس السرقة؟ قال هذا يستحيل. لا غير النية، هذا يستحيل. ليه؟ ما هي إذا قلنا الواحد الاعتباري؟ الواحد الاعتباري هو أكثر الجنس. ما هو أكثر الجنس؟ انتبه، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا أردنا بالسارق هنا الواحد الاعتباري، يعني لا يجوز لنا أن نقطع يد السارق حتى يقطع، حتى يسرق جميع السرقات في حياته، وهذا لا يتضح إلا بعد موته، وبالتالي تعطل الحدود، وهذا بالإجماع. إذا مو ممكن أبدا أن يراد الواحد الاعتباري، فلذلك قلنا المراد به هنا الواحد الحقيقي. واضح الكلام أحبابنا؟ لذلك الشيخ أجاب على هذا السؤال فقال، قال حتى قلنا لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة، يعني هي الواحد الحقيقي. طيب لما لا تقولون بالواحد الاعتباري؟ الجواب لأنه لو أريد يعني بالسارق والسارقة كل السرقات التي تصدر من واحد منهما لم يقطع إلا بعدها، إلا بعد وقوع هذه السرقات، ولا يعرف يعني ولا تعرف كل السرقات، أو ولا يعرف مجموع السرقات إلا بموته. فهذا يؤدي إلى أنه لو سرق ألف مرة
لا تقطع يده. والمصيبي إذا كان سارق وأصولي يسرق وهو عالم بالأصول فيناقش القاضي يقول تعالى هنا السرقة يراد بها الفرد الاعتباري فكيف تقطع يدي أنت؟ فتعطل الأحكام. نسأل الله السلام. يوجد نصوص عندهم فقه. قال لأنه لو أريد كل السرقات لم يقطع إلا بعدها ولا يعرف إلا بموته وهو منتف إجماعا فتعين الفرد الحقيقي يعني فتعين أن يكون المراد الفرد الحقيقي أن يكون الفرد الحقيقي مرادا أو أن يكون الفرد الحقيقي أن يكون المراد بالآية الفرد الحقيقي. نعم. قلنا إذا سرق أول مرة يقطع يد اليمنى وإذا سرق ثانية يد رجله اليسرى. هذا عندنا سيأتي الآن تفصيل المسألة. أنت تريث قليلا. قال وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة وهذا ممن عقد عليه الإجماع. سرق سرقة واحدة تقطع له يد واحدة وبالفعل الواحد يعني بالسرقة الواحدة لا تقطع إلا يد واحدة وبالتالي إذا قلنا انتبه إذا قلنا هذا النص القرآن والسارق والسارقة هذا اسم فاعل يدل على مصدره ومصدره لا يحتمل العدد فإذا الآية توجب قطع يد واحدة بسرقة واحدة فقط. الآية التي تنص عليه وتوجبه الآية أنه لا تقطع إلا يد واحدة بسرقة واحدة. قال لا تقطع إلا يد واحدة وهي اليمين. هذه اليمين قال ثبت كونها باليمين بالسنة قولا وفعلا وكذلك ثبتت بقراءة ابن مسعود وبأيمان فاقطعوا أيمانهما عوضا عن أيديهما. قال وهي اليمين بالسنة قولا وفعلا فلم تبقى اليسرى فلم تبقى اليد اليسرى يعني مرادة من الآية بالأصل. قال فلا تقطع أبدا يعني فلا تقطع إذن اليد اليسرى أبدا لم تكن مرادة لا تقطع أبدا. فإن سرق ثانيا عندنا تقطع رجله اليسرى فإن سرق ثالثة يسجن ويحبس حتى يحدث توبة فإن أحدث توبة أطلق سراحه. أما عند الإمام الشافعي رحمه الله تقطع يده اليسرى فإن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى فإن سرق خامسة ولا أدري كيف يسرق خامسة فإن سرق خامسة يحبس بعدها أعينه ما يستطيع أن يسرق. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال أستحي من الله عز وجل ألا أترك له يدا يأكل بها ويستنجي بها ورجلا يمشي بها. فمذهبنا هو مذهب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. هذا الكلام كله مأخوذ من إيش أحبابنا من مسألة قررها الشيخ وهي أن اسم الفاعل هو كالأمر في أنه لا يقتضي التكرار ولا يحتمل ولكن متى إذا كان اسم الفاعل يدل على بمعنى مصدره ومصدره ومصدره مما لا يحتمل العدد. طبعا هذا الأمر أحبابنا هذا الكلام قد يكون صعب في الأذهان لكن أنت عندما تقرأه الآن وتحفظه وبعد ذلك تقرأ الفقه إن شاء الله تعالى وتقرأ غير هذا الكتاب ستناقش كثيرا من الأدلة فيصبح لديك ملكة يعني بإسقاط إن صح التعبير هذه القواعد على النصوص الشرعية. أما بادئ ذي بدء الآن قد تجد الأمر جاف وفي الحقيقة جاف نعم ولكن كما قلت لك أنت احفظ النصوص هذه الآن واجعلها في ذهنك وتجد نفسك بعد أن تحفظها وتدرب ذهنك عليها تسقطها على الفروع التي تتعلمها تلقائيا بلا حرج. أذكر مرة من المرات يعني حصل معي أمر الكلام كذلك من زمن بعيد من كنا أخذنا قواعد الفقهية
فحصل معي كنت موجود في إمام مسجد تفاصيل المسألة إنه في مال أعطاني إنسان مال كي أتصدق به فوضعته في جيبي فحصل شيء ما مهم ثم أخرجت عوضا عنه نسيت الآن تفاصيل المسألة فأنا وقعت يعني تألمت كثيرا لهذا الأمر من تصرفت بالمال فذهبت إلى صاحب المال وقلت له حصل معي كذا وكذا وهذا مال بدي عوضا عنه قال لي أخرجه لا أخرجت عوضا عنه أخرجت عوضا عنه على الرغم من ذلك على الرغم من ذلك ما ارتاح قلبي فذهبت وأخبرت صاحب المال فعرضت الموضوع على بعض أشياخنا الذين قرأت عليهم الأصول فضحك وقال لي ألم تقرأ أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة انتهى الأمر الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فانتهى فبما أنه أجاز فعلك كأنه وكلك فإذا في قادم الأيام تحدث معك أحداث تجري معك مسائل تحدث عليها هذه القواعد باللا شعور إن شاء الله تعالى شيخ أبسان فقط المصدر هل هو المصدر يدل على يحتمل عدد المصدر لا يحتمل؟ نعم كالمصدر مثلا الذي جعل اسما لا يحتمل العدد الحارث هذا اسم لا يحتمل العدد لكن الذي يحتمل مثل ماذا؟ الذي يحتمل العدد ليس بالذي ولكن يوجد مصادر يحتمل العدد أي الزاني الزنا الضرب مثلا برضه الضرب لذلك أريد علينا نحن هنا إراء أنا لا أريد أنا أحاول أن أختصر في الكلام حتى لا أشعر في المسائل لذلك أريد علينا نحن أنتم قلتم السارق والسارقة السارق هنا مصدر لا يحتمل العدد فقلتم المقطوع اليد اليمنى فقط وبالتالي لا تقطع الرجل أو لا تقطع اليد اليسرى بعد ذلك نحن قلنا تقطع اليد اليسرى بماذا؟ بقراءة بالسنة بالإجماع والسنة بالإجماع والسنة تقطع الرجل اليسرى تقطع الرجل اليسرى أما الرجل اليد اليسرى لا تقطع ليه؟ لأن القطع كما قلنا هو واقع على ماذا؟ على اليمين ثبت ذلك بالسنة قولا وفعلا وبالقراءة ابن مسعود وهي مشهورة يجوز نسخ الكتاب فيها بها ثم ذلك الذي زنى مرة إذا رجم إذا جلد كذلك إذا لا ينبغي أن وزنى مرة ثانية ينبغي أن لا يجلد مرة ثانية ما هو الجواب؟ الجواب أن هناك فرق كبير بين هذه وتلك لما؟ هناك الباري تبارك وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وأيمانهما على قراءة ابن مسعود فلما قطعت اليد بالسارقة محل القطع ماذا حصل به؟ قد فات أما محل الجل لم يفت لذلك الرجم يكون مرة واحدة لأنه يموت المرجوم المرجوم يموت فإذا زنى عدة مرات المحصان كم مرة يرجى؟ مرة واحدة ما نستطيع أن نرجمه مرة ثانية حتى الموت والله تعالى قال مبحث حكم الأمر مبحث حكم الأمر قال وحكم الأمر أي الواجب بالأمر والواجب هنا بمعنى الثابت يعني كأنه قال والثابت بالأمر وسيقول وحكم الأمر نوعان صار كلام والثابت بالأمر وهو الوجوب الثابت بالأمر وهو الوجوب نوعان قال فهو تقسيم للحكم الشرعي فهو تقسيم للحكم الشرعي
يعني المراد بالحكم هنا الحكم، المراد بالحكم الشرعي هنا الحكم الفقهي، الحكم الفقهي الذي يوصف به الفعل من حيث كونه واجبا او جائزا او فرضا او حراما او سنه او مكروها الى غير ذلك. فقال فهو تقسيم للحكم الشرعي، والامر هنا يعني بمعنى المأمور به، بمعنى المأمور به. قال نوعان: اداء وهو تسليم عين الواجب. كم صار المقرأة؟ صار ساعة، نصف ساعة. نصف ساعة. نقرأ قليلا ما قال شيء. قال والأمر بمعنى المأمور. قال نوعان: أداء وهو تسليم عين الواجب. أداء وهو تسليم عين الواجب الثابت بالأمر. تسليم عين الواجب، فسر الواجب بالثابت. فسر الواجب بالثابت لما؟ قال ليعم النفل. ليعم النفل، لو أنه أبقاها على معناها لوقع فقط على الواجب الاصطلاحي، على الواجب الاصطلاحي. فلما قال أداء هو تسليم عين الثابت بالأمر، يعني أن توقع، الأداء هو أن توقع ما وجب بالأمر، بمعنى أن تخرج هذا الواجب بالأمر، أن تخرجه من العدم إلى الوجود في الوقت المعين له، في الوقت المعين له. قال وهو أفعال الجوارح، فإن لها حكم الجوارح. وهو يعني الواجب بالأمر، وهو يعني الواجب بالأمر، هو عبارة عن أفعال الجوارح، فإن لها حكم الجواهر. يعني قد يقول القائل الفعل أو الأفعال هي عبارة عن أعراض، فلا يتصور تسليمها. ما قال الشيخ الأداء هو تسليم عين الواجب؟ العرض كيف يسلم؟ هو عرض، هذا لا يقوم بنفسه، يقوم بغيره. فكان الجواب الأفعال، الأفعال وإن كانت أعراضا إلا أن لها حكم الجواهر، لا حكم الجواهر. لذلك هذه الأعراض أحباب لما كان لها حكم الجواهر كانت توصف بالبقاء، كانت توصف بالبقاء شرعا. كيف يعني توصف بالبقاء شرعا؟ انتبه، أنا لما آتي إليك وأقول لك بعني هذا الكتاب، تقول بعتك هذا الكتاب، البيع عرض أم جوهر؟ عرض. هذا البيع قائم شرعا أم غير قائم شرعا؟ ما دام الكتاب المبيع عندي والثمن بيدك، البيع قائم، بدليل، بدليل أن هذا البيع قابل الفسخ، فلولا أنه قائم شرعا لما قبل الفسخ. فإذا هذه الأعمال هي بمثابة الجوارح، لأنها شرعا هي قائمة شرعا، باقية شرعا، لذلك صح تسليمها، صح تسليمها. هنا بعضهم قال لا، ما في حاجة لهذا التكلف. نقول المراد بالتسليم هنا إخراج هذا الواجب من العدم إلى الوجود في الوقت المعين له، وينتهي الأمر، لا حاجة إلى هذا التكلف. الله تعالى، لأنه كما تعلمون أحبابنا تسليم كل شيء، كل شيء له تسليم يناسبه، كل شيء له تسليم يناسبه. فتسليم الأعمال بأدائها على الوجه المأمور به، تسليم الأعيان يعني أن تقبضها إن صح التعبير لصاحبها، أن تعطيها لصاحبها. قال ولو قال ابتداء الأداء هو فعل الواجب لكان أولى، لكان أولى. لما لكان أولى؟ يعني لو عبر عن الأداء بالفعل ما قال هو تسليم عين الواجب، قال هو فعل الواجب لكان أولى. لما؟ قال لأن بالتحريمة فقط بالوقت، التحريم الحاصل بالوقت يكون أداء عندنا، يكون الفرض الذي شرع فيه المصلي. يعني قال الله أكبر غربت الشمس يصلي العصر، عندنا وقع أداء، وقع أداء عندنا.
وبركعة عند الشافعي يعني بفعل ركعة كاملة في الوقت يكون أداء عند الإمام الشافعي. لذلك لو قال الأداء هو فعل الواجب كان أولى من قوله هو تسليم عين الواجب كما قاله ابن نجيم عن ابن حدير. قال وقضاء والثاني من أحكام المأمول به أو من أحكام الأمر. والثاني قضاء وهو تسليم مثل الواجب به. تسليم مثل الواجب به أي بالأمر يعني لا ليس تسليم عينه. القضاء تسليم المثل تسليم مثل ذلك الواجب الذي وجب أولا ولكن في غير وقت الواجب في غير وقت الواجب. هل الشيخنا قال حكم الأمر قال الواجب أو المأمور به ينقسم إلى أداء وقضاء. يقول الشيخ البخاري في كشف الأسرار يقول عامة الأصوليين قسموا الواجب إلى أداء وقضاء وإعانة وإعانة. فعرفوا الأداء هو تسليم مثل الواجب تسليم مثل الواجب في وقته المعين له شرعا هذا الأداء كما مر معنا قبل قليل. القضاء تسليم عفوا الأداء تسليم عين الواجب. الأداء تسليم عين الواجب. القضاء تسليم مثل الواجب في غير الوقت المعين له. أما الإعادة هي إتيان الإتيان مثل الواجب أو مثل العمل الأول على صفة الكمال. يعني أنت الإتيان مثل العمل الأول ولكن على صفة الكمال. أنت عندما تصلي صلاة الظهر مثلا وتترك القعود الأول متعمدا ما حكم هذه الصلاة؟ هذه صحيحة لكنها مكروهة تحريما لأنك أتيت بترك واجب متعمدا. آخر الصلاة تسجد للسهو تسجد للسهو نعم. هذا السجود السهو بما أنك تركت أنت الواجب عمدا هذا السجود السهو لا يجبر هذا السهو ويجب عليك أن تعيد الصلاة ما دام الوقت باقيا. فهذه الإعادة هي قسم من أقسام الواجب عند جمهور الأصوليين عند جمهور الأصوليين. الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر الإعادة في تقسيم الواجب. لما؟ قال لسببين اثنين لم يذكرهما. لأنه إن كانت الصلاة الثانية التي أعادها إن كانت واجبة إن كانت واجبة هذه الصلاة فهي داخلة إما في الأداء أو في القضاء. الصلاة الثانية التي أعادها إعادتها إما لفساد الأولى فتكون إما أن يؤديها في الوقت فتكون أداء وإما أن يؤديها خارج الوقت فتكون قضاء. وإن لم تكن فاسدة بأن كانت ناقصة بأن كانت ناقصة ثم أعادها قال هذه الإعادة هي جابرة للنقص الذي تمكن فيها فكانت بمثابة السجود السهو فكانت بمثابة السجود السهو مع الاتفاق على أن المعتبر به هو الصلاة التي أداها أولا وليست ثانيا مع الاتفاق على أن المعتبر هو الصلاة الأولى أو أن الجمهور جمهور الفقهاء إذا قالوا الاعتبار هو أداء الصلاة الأولى وليس الثانية. عفواً سيدنا هل هناك إعادة بعد الوقت؟ يا عفواً إعادة بعد الوقت بعد خروج الوقت هل هناك إعادة أو قضاء؟ قلت لك مولانا الشيخ يقول إن كانت هذه الصلاة التي يريد أن يعيدها لما يعيدها؟ إما لأن الصلاة الأولى كانت فاسدة إن أعادها لأنها فاسدة يعني الإنسان الآن ترك القعود الأول كما قلنا يريد أن يعيد هذه الصلاة لما يريد أن يعيدها؟ هل هي فاسدة؟ إذا كان عفر احتمال قلنا هي فاسدة إن أعادها في الوقت كانت أداء إن أعادها خارج الوقت كانت قضاء. إن لم تكن فاسدة لما يعيدها؟ يعيدها لرفع النقص الذي تمكن فيها. وما الذي يرفع النقص المتمكن في الصلاة؟ سجود السهو. فتكون هاتان الركعتان بمثابة سجود السهو
رفي هذا النقص المتمكن في الصلاة، فما في حاجة لأن نجعل الإعادة قسما من أقسام الواجب. هذا رأي صاحب المنار أمام النسفي رحمه الله. قال: والأداء والقضاء يستعمل أحدهما مكان الآخر. طيب نقف هنا أحبابنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا بالإصرار.